لما كان الإمام الخميني مقيما في العراق، هو مش إمام ولا حاجة، إمام في بتوعهم، كنا نتردد إليه ونطلب منه العلم، حتى صارت علاقتنا معه وثيقة جدا، وقد اتفق مرة أن وجهت إليه دعوة من مدينة تلعفر، هي اسمها تلعفر كده مظبوط؟ نعم. طيب، وهي مدينة تقع غرب الموصل، على مسيرة ساعة ونصف تقريبا بالسيارة، فطلبني للسفر معه فسافرت معه، فاستقبلونا وأكرمونا غاية الكرم مدة بقائنا عند إحدى العوائل الشيعية المقيمة هناك، وقد قطعوا عهدا بنشر التشيع في تلك الأرجاء، وما زالوا يحتفظون بصورة تذكارية لنا تم تصويرها في دارهم. ولما انتهت مدة السفر رجعنا، وفي طريق عودتنا ومرورنا في بغداد أراد الإمام أن يرتاح من عناء السفر، فأمر بالتوجه إلى منطقة العطيفية، تتنطق كده مضبوط؟ صح. طيب، حيث يسكن هناك رجل إيراني الأصل يقال له سيد صاحب، كانت بينه وبين الإمام معرفة قوية. وبعدين فرح سيد صاحب بمجيئنا، وكان وصولنا إليه عند الظهر، فصنع لنا غداء فاخرة، واتصل ببعض أقاربه فحضروا وازدحم منزله احتفاء بنا، وطلب سيد صاحب إلينا المبيت عنده تلك الليلة، هي دي المصيبة. وبعدين فوافق الإمام، ثم لما كان العشاء أتوا بالعشاء، وكان الحاضرون يقبلون يد الإمام ويسألونه ويجيب عن أسئلتهم. ولما حان وقت النوم دخلنا يا دكتور، دخلنا يا دكتور، نعم. ولما حان وقت النوم وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدار، أبصر الخميني صبية بعمر 4 سنوات أو 5 سنوات لكنها جميلة جدا، فطلب الإمام من أبيها سيد صاحب إحضارها للتمتع بها، وافق أبوها بفرح بالغ، فبات الإمام الخميني والصبية في حضنه، شوف بقول إيه، ونحن نسمع بكاءها وصراخها طوال الليل. عيلة 4 سنوات وهذا كيف في العمر قاعد بالقوة يعاشر صبية عندها 4 سنوات، يعني من القبل والدبر حتى البنت تبكي وتصرخ ولا رحمة في قلبه. المهم أنه أمضى تلك الليلة يا دكتور، فلما أصبح الصباح وجلسنا لنتناول الإفطار نظر إلي، وهو سرقا فضيحا، نظر إلي فوجد علامات الإنكار واضحة في وجهي، يا صبية 4 سنين تصرخ، إذ كيف يتمتع بهذه الطفلة الصغيرة وفي الدار شابات بالغات راشدات؟ طب كان يتمتع بواحدة بالغة ولا رشيدة، كان بإمكاني التمتع بإحداهن فلم يفعل. المهم فقال لي الخميني، بقول له بقى سيد حسين ما تقول في التمتع بالطفلة، إيش رأيك؟ قلت له سيد القول قولك، ها قول قولك والصواب فعلك، وأنت إمام مجتهد، ولا يمكن لمثلي أن يرى أو يقول إلا ما تراه أنت أو تقوله، ومعلوم أني لا يمكن الاعتراض وقت ذاك. سيد حسين إن التمتع بها جائز، ولكن بالمداعبة والتقبيل والتفخيذ. كتاب تحرير الوسيلة صفحة 221 مسألة رقم 12، قال الخميني لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين دواما كان النكاح أو منقطعة، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضمي والتبخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة. أعوذ بالله من هذا الشذوذ.